ما أروع الهاتف الجديد! إنه حقاً ما أريد! لم أستطع الوصول إليه! سأحاول مجدداً لأحصل عليه! أخيراً استطعت الوصول! لا تزعجني أيها الغول! لقد أوقعني بالكرسي! لن تأخذ هذا يا صبي! سأعيد الهاتف للمكان! ويربط على الغول الآن؟ أريد الهاتف النقال! سأحضره لك في الحال! كان هذا رائعاً! سأغادر المكان مسرعاً! لدي حل ذكي! سأضع اللون الأحمر على يدي! أبي! أنا مجروح! أوه! لنضع لاصق الجروح! أريد الهاتف من فضلك! سأحضره لأجلك! من المتجر خرجنا وإلى البيت ذهبنا! لن أتركه بحوزتك حتى تشفى إصابتك! أرغب بالحصول عليه! وأخذته من يديه! خدعتني ولم تكن مصاب! أنت تستحق العقاب! إلى غرفتي! ذهبت! مرحباً! لقد وصلت! جمعت كل الحبوب ونفذت المطلوب! في الآلة وضعتها وقمت بتشغيلها! في لحظات خرجت المأكولات! يبدو الطعام جميل! سأجرب القليل! هذا الطعام فظيع! طعمه مريع! جاءت الطيور وعلى الأزهار تدور! لقحت الأزهار كلها! وحاولت طردها! ابتعد عن الأزهار! عليك الانتظار! سأريكم خطتي الذكية! بالفزاعة الآلية! سوف يخافون! وبسرعة يغادرون! غادروا مزرعتنا! سنضع الحبوب هنا! مأكولات بالألوان؟ فلنجربها الآن! ذقه يا غلام! أحببت هذا الطعام! نريد الطعام الجديد! سأحضر المزيد! طعم الملون أفضل! لدي الحل الأمثل! سأقوم بالطيران وألقح الأزهار الآن! مرحى! سيارتي هي الأجمل، لكنها لا تعمل، لا بطارية بها، أعرف مكانها، اثنتان تكفيان، سأضعهما الآن. حين التفت، البطاريات اختفت. بطاريتي لا أجدها. من قام بأخذها؟ هل أكلتهم الدودة؟ لا، ليست موجودة. سأرحل من هنا لنكمل بحثنا. واحدة على الأرضية. وجدت البقية. هناك عش قريب. يبدو هذا غريب. المصابيح الصغيرة تأكل بطاريات كثيرة. اختفت الأضواء. نحتاج للكهرباء. ما العمل يا صغار؟ لدي بعض الأفكار. قمت بالرحيل وعدت بعد قليل. وقت العمل حان. لنبدأ بالدوران. هيا يا أطفال لنصطف في الحال. هاي ينيرون من جديد وصار الكل سعيد. هاي مرحى. مع الصلصال في الصندوق سأصنع صديقا صدوق. أخضر، أزرق، وردي، جعله السحر حقيقي. هاي، إنه حي يا للروعة. هيا لنلعب بسرعة. هناك شيء قريب. وحش بشعر أبيض غريب. لا تحدثوا صوتاً الآن. خروف صغير في المكان. هاي أيها الخروف، ابتعد بسرعة. أنقذه صديقي من الوقعة. أنقذه إلى الأمان. الوحش ثار الآن. بدأ يركض غاضباً. وسقط في فخه واقفاً. الوحش أصبح عالقاً. حسناً، نراك لاحقاً. الأرض تهتز. ما الأمر؟ سقوط الصخور جفف النهر. الورود تذبل الآن. كيف نعيد النهر للجريان؟ إزالة الصخور مجهدة.
جيدة. لأعيد الماء بسرعة سوف أقوم بخدعة. استخدمت الصلصال وطورت صديقي في الحال. ووو، صار قوته مهولة وحرك الصخور بسهولة. حرك كل الصخر وعاد الماء للنهر. البرود تزهر من جديد. أنقذت اليوم مع صديقي الوحيد. جراثيم كثيرة في فم الصغيرة. من أجل الشفاء سأحضر الدواء. إنه سيء المذاق، علينا الانطلاق. عدنا في الحال واستمر السعال. أخذت عينة لها لأقوم بتحليلها. ما زلنا موجودون. إنهم خطيرون. لحل المشكلة لدي فكرة مذهلة. أضع عصير التفاح. لم يحالفني النجاح. أوه، سأجرب المزيد بطعام جديد. لم نتأثر ونريد أكثر. إنهم مشاكسون. سأجرب الليمون. قطرة واحدة تبدو جيدة. لقد أفلحت وبطردهم نجحت. لقطع قسمته ولابنتي حضرته. تناولي القليل. يبدو جميل. مع أول قضمة انتهت الأزمة. تحسنت الآن. سأغادر المكان. أيتها الأم انتظري، لا تدعيني أجري. أخيراً انتهى الطعام المقلي. يبدو لذيذاً وشهي. فلتأكل الخضروات الصحية. نفضل الأطعمة المقلية. إنها ضارة، الخضروات أفضل. لا، إنها لا تصلح لنا. حسناً سنغادر من هنا. أعدتهما للمنزل الآن. ماذا أفعل لأجعلهما يأكلان؟ خطرت لي فكرة رائعة. سأقطع الخضار بصورة مسرعة. قطعتهم جميعاً وسأحضر البيض سريعاً. أحضرت ثلاث بيضات والآن سأجهز الوجبات. نضرب البيض جيداً للامتزاج ونضع به قطع الدجاج. بقطع الخضروات غمستها ثم في الفرن وضعتها. انتهيت بعد قليل. واو، هذا الطعام يبدو جميل. أحببنا الطعام الجديد. وسوف نضع المزيد. نضع من الخضروات كلها ونطهو في الفرن بعدها. أخذنا الأكل وبالهواء بردناه. يبدو جميل ما صنعناه. تلك الوجبة شهية. الفواق أصاب الغول الصغير. عليك شرب ماء كثير. سأذهب الآن لأشرب. بطيخة عملاقة. سوف أهرب. بسرعة لذت بالفرار ولكن أوقفني الجدار. أحمل مع أبي الصناديق ووقع أحدهم في الطريق. لا داعي لتبكي، سأحمله عنك. أوه، صدمت الهرة ووقعت كلها تلك المرة. وقع علي الدهان وملأت وجهي الألوان. فلننظف الطلاء بالصابون والماء. لم تفلح الفكرة، يا للحسرة. بالصندوق الكرتوني سأخفي وجهي المطلي. صنعنا له فتحتان. سأذهب للمدرسة الآن. أصدقائي ينظرون ومن الصندوق يتعجبون. أزعجني هذا كثيراً. ووصلنا أخيراً لتناول الشطيرة. سأنزعه لفترة قصيرة. إنهم مندهشون ومني يسخرون. وقت الصورة يا أطفال، اجتمعوا في الحال. انزع الصندوق سريعاً. هيا ابتسموا جميعاً. إنها تبدو حزينة. علينا مساعدة المسكينة. لنقوم بإسعادها طلعنا وجوهنا مثلها. بوجوهنا الجديدة صارت سعيدة. انتهى الانتظار. لنتصور يا صغار. لدي ضوء لامع. يبدو هذا
الطرقات لنخرج الماسات. أوه، أحتاج المساعدة. لدي فكرة جيدة. ببذور الطعام سأضرب الأقزام. جعلتهم يتوقفون والآن يهربون. بالعجلات يعودون وأخذوا الحلزون. هؤلاء الصغار يلوذون بالفرار. هاي افتحوا يا أصحاب، كيف أعبر الباب؟ وحش بقرون كبيرة؟ تبدو لي كشطيرة. سأهرب الآن وأختبئ بأمان. أنقذتني الصخرة. ولدي فكرة. طعام مرسوم سيدفعه للقدوم. نجحت الخدعة وانطلق بسرعة. صدم الحجر والباب انكسر. استطعت الدخول. غير معقول. يستخدمون الجواهر لحفل ساهر. زال الخطر لنستمتع بالسهر. ما زال أخي ينام. حان وقت القيام. حذاء غريب جعل شكلي عجيب. يخرج الجليد ويمتد لبعيد. انزلقت قدمها. سأضع الوسادة تحتها. أريد مساعدته بخلع الحذاء. سأسحبه للوراء. في سحبه أعاني. هناك حذاء ثاني يخرج النيران. تلتف حولي الآن. علي المساعدة بالضربة المتجمدة. سنحاول مجدداً. ليس هذا جيداً. نمت كتلة جليدية ووقعنا للأرضية. سقط كلانا وانطلقت قوانا. اصطدم الاثنان واختفت الألوان. صارت الأحذية رمادية بلا قوى سحرية. ما أحلى الحرية.